لبسي اخضر هالنعناع احلب شخير. بالنسبه للجزء الحادي عشر رح يكون في انضمام مجموعه من نجوم الاجزاء السابقه لهذا الجزء، اللي هن مثل الاستاذ زوي رمضان بدور ابو جودات، ست سحر فوزي بدور ام بشير، الست رنا ابيض بدور جولي، رامز عطله بدور ابو ساطور، مصطفى المصطفى بدور مزيان، بالاضافه لنجوم جدد مثل الاستاذ رضوان عقيلي، الست عبير شمس الدين واخرين. طبعا هذا مع نجوم الجزء السابق. الجديد في هذا الجزء هو النهوض بالأحداث باتجاه الأكثر قرب من المجتمع الدمشقي في تلك الفترة، بالإضافة إلى إعطاء الصورة الحضارية لدمشق عن طريق الخطوط الثقافية والفكرية والاجتماعية المعاصرة لتلك الفترة. أنا عم بعمل شخصية نفسها المستمرة من الجزء الأول، هي شخصية أبو سليم. بصير معه أحداث مثل العادة، الوضع الاجتماعي والوضع العائلي، كل الأحداث اللي بتخص أبو سليم العلاقة بهذا هدول المفصلين، الوضع الاجتماعي والوضع العائلي. يعني ما زال لهلأ باب الحارة هو من أكثر المسلسلات متابعة على اليوتيوب، فأشك أنه الانتقادات عم تأثر على استمرار هذا المسلسل. هلا في احداث كتير جديده، وعلى الصعيد ام بشير يعني بعد غياب سنين وعوده للشخصيه حيكون في احداث، بس ما رح احكي عنها، يعني حتكون مفاجاه وان شاء الله تكون مفاجاه ساره. انا سعيده بعودتي بين كتير من رفقاتي ولهذا العمل تحديدا، سعيده بالشغل مع شركه قبند. الشخصيه معروفه وضمن مسارها، لكن في حاله انكسار يعني بعد ما راحت حارتهم وهي، وبتبدا الاحداث بقى من جديد، وفي معطيات كتير جديده ومفاجات خطيره. الصحف، لدينا المجلات، لدينا السينما، المسرح، الموسيقى، الرسم، الندوات، الصالونات الأدبية إلى آخره، كل هذا موجود، وهذا جزء من الحقيقة المعاشة في دمشق في تلك الفترة. نحن لا ندعي ولا نجمل ولا نزيف، نحن نقول بأن هذه دمشق. أبو نحلي، بكل بساطة قصدت قولا واحدا أني أخده للإنيميشن، يعني أفلام كرتون، حتى بالشكل يعني هيك أخذت بذاكرتي أفلام كرتون نحن وصغار. حبيت أقرب من الأطفال أنا، لأنه ما تسنى لي ولا مرة أعمل شيء للأطفال، فات لحالي فرصة. كيف مكتوب الدور، كيف معمولة علاقاته بين أهل الحارة، فمشان يعني ما تشوه شخصية ما بعلاقاتها مع الآخرين اللي هي دائما دون لحتى تنهض يعني بعلاقاتها مع الشب مع أهل الحارة اللي نزح لعندها، فأخذته هيك صوب أفلام كرتون يعني يكون لطيف، يكون وشغلة أنا ما عملتها قبل هالمرة. الشخصية ذاتها نفسها، والحارة اسمها باب الحارة لأنه في هناك مليون مشكلة بتصير من خلال هذا الباب. هي مو مشكلة حقيقة، لكن مثل أي حارة بتصير فيها حياة وحركة وكذا، فبتصير فيها أحداث جديدة، وعلى هو الأحداث هاي الجديدة نحن عم نعالج الأمور، يعني كفتوى كدخول لصلح. هذا الجزء عم يكمل أبو مصطفى مشاكله بالحارة، وبالتحديد مشكلة بنته اللي صار فيها حكي كتير بين أهل الحارة. رح نشوف كتير مشاكل مع نفس الشخصيات اللي صار مع المشاكل بالعاشر، اللي هو أبو النار وابنه يحيى، بالإضافة لكمان تفاصيل بالحارة بتخص قهوته. في شيء جديد رح يفوت على القهوة، شيء غير تقليدي يعني ما تعودين عليه أهل الحارة، اللي هو رح يفوت يصير فيه مطرب بالقهوة بدل الحكوات اللي كان موجود. أعد الجمهور بالمتعة، بالفائدة، بمشاركتهم شيء من الواقع الدمشقي في الأربعينات، كما أعدهم بأن أسعى دائما لأكون عند حسن ظنهم. شوية زيت وشوية بندورة، وبدي خضرة مشان السلطة.
يا على عيني وراسي، بس هالمرة على حسابي، ما راح سجلهم على الزعيم أبو عزام. كتر خيرك يا عمي أبو حدو. لا يا أخي والله ما بيصير هيك، يعني بتخجلنا.